السلام عليكم، مساكم الله بالخير. فيديو بسيط وصغير بس للإخوان اللي معهم المافريك الإفكس الجديدة ويتذمرون من ضعف البندق وقوتها. للأمانة أنا استخدمت سبرينج. الفيديو هذا بس لأجل تعرفون المقاسات. استخدمت سبرينج غير سبرينج المافريك، وكذلك أضفت زي ما تشوفون حلقات الكت حق السلق السابق. انا الامانه ما جربت اثنين، جربت واحد زي كذا على الهامر ويل، وحطيت السبرينج اللي هو اثقل وعطتني سرعه جدا عاليه ما شاء الله تبارك الله. طيب نبي نشوف الان السمك بالملي وبالانش. هذا بالملي، هذا حق البلد، وهذا اللي انا ركبته، هذا 39 وهذا 37. طيب نحوله بالانش، هذا بالانش، وهذا بالانش، هذا اللي هو انا ركبته وعطاني طاقة اعلى. الفيديو هذا فقط لأجل اللي حاب يركب سبرينج ولا يبغى يكلف على نفسه، لأن للأمانة الشركة طبعا ينصحون باستخدام الكت باور سلك لكن ما هو متوفر حاليا، فهذا حل يعني بديل وحل جدا جدا ممتاز، مع العلم أنك تحتاج كذلك إذا حبيت أنك تصل لمرحلة الهاي باور أنك اطلع البولت زي ما تشوفون. فتحة البولت شوي صغيرة زي ما تشوفون، اطلع البولت وتحاول توسع الفتحة عند احد مختص او بدريمل. الفيديو هذا على العجالة بس لبعض الشباب اللي يتذمرون من ضعف البندق، وهو طبعا هذا هو وضعها من المصنع وتحتاج الى رفع. الله يوفقنا وياكم.